والرسائل حالا، ولكن هوريكم طالب من طلبة الثانوية العامة النهاردة كان عنده الشجاعة. شوفوا المهزلة، هو قال ايه الطالب النهاردة على الامتحان وعلى التسريب وعلى الغش وعلى التدليس وعلى المنظومة. بسم الله ما شاء الله، مفيش احسن من كده، مفيش احسن من كده تعليم. تعالوا نشوف الطالب ده قال ايه، وبالراحة كده اسمعوا واهدوا، اهدوا لو سمحتوا، احنا داخلين على رمضان كمان ساعتين هنتسحر وكده، اهدوا اسمعوا بس الطالب بيقول ايه ويستحق ايه ونعمل ايه مع الدكتور الهلالي الشربيني. اتفضلوا. دلوقتي حالا لسه مخلص امتحان العربي ثانوية عامة في مصطفى كامل مدرسة عبد الله النجيب. تمام، الامتحان كان سهل جدا، يتحل في نص ساعة تقريبا، مكانش فيه أي مشكلة في الموضوع، بس كان فيه مشكلة واحدة. الامتحان دوت معايا من امبارح من الساعة واحدة، من الساعة واحدة بالليل لغاية دلوقتي معايا. الامتحان كان مع نص اللجنة بتاعتي، مش مع نص اللجنة بس، مع نص المدرسة تقريبا. أنا واحد عن نفسي، يعني مش زعل أي حد، ما استاهلش إن أنا أقفل الامتحان دوت. أنا تقريبا عندي غلطة واحدة أو حاجة، فنسيت حاجة، مش اللي هو ما كانش معايا، كان معايا الامتحان كله. تمام، أنا واحد من الناس امتحنت امتحان نحو كده تحديد مستوى جبت 13%، متخيلين؟ فأنا ما استاهلش إن أنا أجيب المجموع دوت، ولا إني حتى أجيب أي حاجة، إن هو يعني كنت يا دوب أنجح يعني. مش في العربي كله، بس مثلا وليكن في النحو والادب انا كنت عارف كلمه. لو الامتحان كان معايا كان زمان عرفت حاجه، كان معايا ناس كتير معاهم الامتحان، كل الناس ديت هتشوفهم السنه الجايه ان شاء الله في طب وهندسه، وان شاء الله لو استمر الموضوع يعني على كده هتشوفوا ناس مالهاش اي 30 لازمه في كليات قمه. والله العظيم، طب والله العظيم كلام الطالب ده، طبعا هو بيعترف ويقول لك وهتشوفه وهتعمله. هي دي المأساة، هي دي مشكلتنا النهاردة. مش مشكلتي انه مادة ولا اتنين، بكرة وبعده هيحصل ايه؟ حصل في ربع مادة انه في طلبة النهاردة هو قال لك ده المدرسة كلها مش انا، مدرسة بالكامل. مين يا جماعة؟ مين عديم الضمير؟ مين؟ مش عايز اقول من هنا لحد ما نخلص اي كلمة خارجة عن السياق. مين بيبوظ ده؟ مين بياخد فلوس ولا مين بيعمل ايه؟ ده في اسيوط مطلعين بيقول لك مكتبات هناك بتبيع البتاع النموذج الاجابات ب 30 جنيه، 30 جنيه النموذج ده، مكتبات اسيوط. ومش عارف مين تاني بيعرضه ب 100 جنيه، في ايه؟ ايه مصير طلابنا واولادنا؟ ايه الطلبة اللي ذاكرت النهاردة وتلاقي زمايلهم اللي ما ذاكرش ورايح على اخر لحظة بياخد درجة احسن منه؟ اهاليهم يعملوا ايه؟ ولادهم وبناتهم يعملوا ايه؟ مين يا جماعة؟ مين مسؤول؟ ما قداميش الا الوزير، ما حدش كلمني. اوعى تقول لي ادمن صفحة ولا ادمن الصفحة اخترع يعني؟ الصفحات ديت ناس ورا من التربية، داخل التربية والتعليم، العشش الفساد المعشش ده في الوزارة هو اللي ورا المنظومة دي. اوعى تقول لي هنا ولا هنا. مين اللي بعت له؟ مين اللي اداله؟ واللي ضمانه بقول لك الايام الجايه كل امتحانات هتتسرب وهتبقى عيشه زي الزفت على الطلبه. كريم مساء الخير يا كريم. الو الو كريم مساء الخير. مساء النور. زحمه.